من الاهلي وان شاء الله نصعد اول مجموعه نكسب النجم الاهلي. الاهلي واقف على رجليه واخد الماتش الحماسيه كده ضعيفه شويه، حاسس الفرقه اللي قدامه ضعيفه ما عادش اجهاد المدى الطويل الدوره دي، وبيجمع نقط بالنسبه للاهداف، اهم حاجه 3 بونت والاهلي زي الفل ومفروض النادي الاهلي. انا راجل زملكاوي وبشجع النادي الاهلي وبشجع الزمالك واي فرقه مصريه بتلعب في اي بطوله افريقيه بتمنى لها الفوز وجميع البطولات ان شاء الله. افريقيه تبقى مصريه، اهلي وزمالك مصري بيراميدز كله بيلعب تحت اسم ايه؟ تحيا مصر. وفرحان ان الاهلي النهارده ربنا وفقه وكسب وان شاء الله بكره يحصلوا الزمالك ان شاء الله ويكسب.